السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. اليوم تستفيق تونس على عملية إسلامية تنفذ داخل تونس العاصمة في متحف باردو بحض البرلمان، وتنتهي العملية بمقتل الشخصين الذي شاركوا في هذه العملية وهم مسلمين مؤمنين باعوا أنفسهم لله ولرسوله، كما يقول القرآن: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة. وفي آية أخرى يقول: يقتلون ويقتلون. فهؤلاء العناصر الإسلامية المؤمنة الصادقة التي تطبق شرع إلهها وشرع محمد اللي جا به محمد، تقوم بهذه العملية داخل متحف باردو المعروف، وتنتهي العملية بمقتل هؤلاء الشخصين الذين يعني يعتبرون على حسب الإسلام شهداء في سبيل الله، ومقتل 19 شخص منهم 17 أجنبي الذي يعتبر في الإسلام كفار، واثنين من العناصر التونسية الذي يعتبرون على حسب الإسلام موالين للطاغوت وموالين للكفار. إذا 19 واحد مات، وبهذه العملية نجم نقولوا باي باي للسياحة في تونس. هنا حبيت نعمل هذه الفيديو مش باش تكون طويلة، باش تكون يعني عبارة على وجهة نظر. الغريب في الأمر أنه تجد المذيع مثلا في إذاعة موزاييك أو غيرها يتكلمون يعني بمنطق إسلامي، والله يهديهم وهؤلاء الجماعات وإن شاء الله العملية تنجح بنجاح وغيرها من المصطلحات الإسلامية. إذن هنا حبيت نقول اللي هؤلاء المسلمين يعني المعتدلين الذين يقولون إن ما حدث اليوم في تونس أو ما حدث من تكسير للأصنام الذي يعتبرها الإسلام أصنام الآثار متاع العراق، والعمليات التي تقوم بها الدولة الإسلامية وغيرها من الحركات الإسلامية ليس لها أي علاقة بالإسلام، ويقولون إن الإرهاب ليس خاص بالإسلام، ويأتونك يعني بأمثلة مثل التاريخ، يقول لك انظر ماذا فعلت أوروبا في الهنود الحمر، انظر ماذا فعل ستالين، انظر ماذا فعلت إيطاليا، انظر ماذا فعلت الكنيسة وغيرها من التبريرات لكي يبرئون الإسلام من الإرهاب. صحيح شعوب عملت جرائم، هناك كتب أخرى غير القرآن فيها تحريض على القتل وعلى الذبح، ولكن لماذا تبررون ذلك وتلك الشعوب قد تخلت عن ذلك؟ يعني تخلت وهناك قوانين دولية الآن تحكم العالم، يعني الأمور هذيك انتهت. مثلا الاستعباد كان موجود ولكن انتهى بقانون دولي واضح، التعدي على الشعوب الأخرى انتهى وذلك بقانون يعني دولي واضح وباين. علاش ما ترجعوا للتاريخ؟ بينما الإسلام الإرهاب فيه دين وعقيدة وإيمان منذ 1400 سنة، والإسلام يقتل باسم الله. صحيح هناك ديان أخرى قتلت باسم إلهها، هناك شعوب تعدت على شعوب أخرى، ولكن كلها انتهت الآن. شكون اللي يقتل اليوم باسم الإله بتاعه؟ هل البوذي يقتل باسم الإله بتاعه؟ هل المسيحي يقتل باسم الإله بتاعه؟ لا أحد. حتى اليهود يدافعون على أنفسهم باسم دولة ليس باسم اليهودية، إلا المسلم فقط هو الذي اليوم يقتل ويذبح ويتعدى على الآخرين باسم دينه. لماذا؟ لأن يقولوا الإرهاب لا دين له. لا الإرهاب دينه الإسلام، لأن الإسلام جعل من الإرهاب عقيدة. عندما يقول القرآن إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، عندما قال القرآن إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص،
عندما القرآن في أكثر من 90 آية يأمر بالقتال، عندما القرآن يقول يقتلون ويقتلون، عندما القرآن يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وعشرات الآيات الأخرى وآلاف الأحاديث التي تؤكد إن الإرهاب وإن كان موجود في شعوب أخرى وفي حضارات أخرى وانتهى اليوم، وفي كتب أخرى تعتبر مقدسة وانتهى اليوم، فهو ما زال موجود في القرآن وهو يعتبر مقدس. وأي مسلم وإن كان أكثر إنسان اعتدالا يقدس ذلك القرآن ويقبل ذلك القرآن ويضعه عند رأسه ويضعه فوق رأسه ويموت من أجل ذلك القرآن وما يحتويه. صحيح أن كثير من المسلمين لا يعرفون دينه، هذه مسألة واضحة، ولكن المسلم عندما يعرف دينه ليس له خيار، إما أن يغادر هذا الدين وإما أن يطبق هذا الدين، وإن طبق هذا الدين يتحول إلى إرهابي. لهذا الإجراءات، يعني نشوف الصحافة التونسية معناتك فيش يتكلموا إرهابيين، بينوا سميوا الأسماء الأشياء بأسماها، قولوا إسلاميين، قولوا إن هؤلاء الإرهابيين تصرفوا تحت العقيدة الإسلامية، هؤلاء تصرفوا على حسب نص قرآني. إذن لو نريد أن نحارب الإسلام لا يمكن أن نحارب الإسلام بدون العودة إلى المصادر متاعه، بدون تجريم هذا الدين، يجب أن يجرم ويمنع هذا الدين، لأن القرآن بحد ذاته يحتوي على الإرهاب. يجب البرامج الموجودة في التعليمية لازمها تتبدل. لا يكفي أن تحارب الإرهاب، لأن كل ما تحاربه الإسلام مكون بطريقة، كل ما تحاربه عنده مد من عامة الناس، هؤلاء الذي يدعون أنهم مسلمون هكذا أو معتدلون، فهؤلاء هم المجرمون الذين يمدون الإرهابيين والإسلاميين بالعناصر الإرهابية. يموت لهم زوز يجيوهم 10. إذن ليس مسألة محاربة الإرهاب كما نشوف رئيس الوزراء لازمنا نقفوا يد واحدة ولازمنا نعزوا المواقع الأمنية، لا، في البرنامج الدراسي لازم تتبدل هذيك الشيء. يجب إعطاء الحرية لغير المسلمين والمرتدين عن الإسلام أن يكشفوا الإسلام وأن يظهروا حقيقة الإسلام. لا يمكن القضاء على الإرهاب على الواقع بدون القضاء عليه فكريا. فلهذا أقول إن الحرب الأولى الذي يجب أن نوجهها للإسلام هي حربا فكرية. يجب أن نسمح للناس أن تتكلم على الإسلام كما على حقيقته، وليس أن تجد له مبررات. لأن اليوم كما عرفت البشرية، يعني الصراع بين الرأسمالية والشيوعية، اليوم ندخل في مرحلة جديدة. اليوم العالم بين نظريتين، نظرية إسلامية بكل فروعها الشيعية والسنية وفروقها، يعني موجودة داخل الشيعة وداخل السنة، وهناك نظرية إنسانية عرفية، هناك حكم الله وحكم الإنسان. لا يمكن أن تكون مسلما وأنت إنسانا متحضر، لا يمكن أن تكون مسلما وأنت إنسانا حر، لا يمكن أن تكون مسلما وأنت تقبل القوانين الدولية. العالم اليوم بين كفتين، هناك المسلمين ضد كل الآخرين، ضد الكفار بجميع أنواعهم، وهؤلاء المسلمون يعني يختلفون في الطريقة، سواء كانوا شيعة أو سنة، سواء كانوا من الدولة الإسلامية سلفيين أو كانوا معتدلين كما القرآنيين وغيرهم. هذه كلها تدخل تحت إطار واحد، ما يسمى حكم الله ضد حكم الإنسان، العبودية لله ضد الحرية، الإنسانية ضد التخلف أو الحيوانية، لأن هؤلاء يعني يشبهون وبرأ الحيوان منهم، بل هم تجاوزوا الحيوان، سوى
في تصرفاتهم الفعلية الإرهابية يعني الجسدية أو في تصرفاتهم الفكرية. هؤلاء المسلمون المعتدلون هم الركيزة للإسلام الإرهابي الجسدي. عندما تجد مسلم معتدل يعيش في دولة أوروبية يقول لك ذلك لا يمثل الإسلام، هل محمد عندما دخل مكة ترك ما يسمى أهل مكة يعبدون أصنامهم؟ لا، ألم يدمر الأصنام؟ أليس هذه الأصنام الذي دمرها محمد لها قيمة تاريخية كبيرة؟ ألم يدمرها؟ إذن لا تلوم الدولة الإسلامية عندما تدمر الآثار، ولا تلوم الهجوم على متحف باردو اليوم. محمد ألم يقتل الكفار؟ ألم يقوم بأربعين غزوة؟ ألم يأمر بنشر الإسلام بالسيف؟ إذن الهجوم الذي وقع على باردو هو امتداد لذلك الحقبة. ولا أريد أن أدخل في التفاصيل، وإنما تعود إلى حياة محمد على حسب المصادر الإسلامية تجدها هي منبع الإرهاب ومنبع العبودية ومنبع الذل ومنبع الانحطاط الأخلاقي. أهل مكة كانوا يعيشون الحرية، يقولون هم ماذا يسمون مرحلة ما قبل الإسلام؟ يسمونها جاهلية. فهل الجاهلية بدأت مع الإسلام؟ نعم، الجاهلية بدأت مع الإسلام ومع ظهور محمد. قبل محمد لم تكن جاهلية، كانت هناك حرية، كانت المرأة يجوز لها أن تفعل ما تريد ولها أملاك، وخديجة كان يشتغل عندها محمد، يشتغل عندها شغال خدام وعندها قيمة. إذن الجاهلية ليس قبل الإسلام، الجاهلية بعد الإسلام عندما ظهر محمد. عندما ظهر محمد وتواصل الصحابة بتاعه من بعده إلى يومنا هذا. إذن الحرب ضد الإرهاب هو الحرب ضد التخلف، ضد العبودية، ضد شرع هذا الإله المجرم، هذا الإله القاتل، هذا الإله الذي يتلذذ بالقتل ويقول إني أحب الذي يقاتلون في سبيلي صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهل هذا إله يستحق الاحترام؟ لا. إذن لو نحب نخرج من الأزمة هذه، وهنا معناتها أؤكد على الغرب، أمريكا وأوروبا الذي تدعم هؤلاء، تدعم هؤلاء، نعم تدعمهم، تدعمهم بكل الطرق لكي نبقى في التخلف متاعنا. أوروبا ماذا بها نبقى مسلمين لكي من بعد جي تورينا الحضارة؟ لا، الحضارة احنا نبنيها. يجب أن نتخلى عن هذا الدين، نتخلى عن هذا الدين ونرجع للإنسانية، لحزن الإنسانية، لأن هذا الدين جعلنا مقسمين، مسلمين وغير مسلمين. لا، نحن إنسان، ولهذا يجب على كل مسلم فرادى وجماعات يغادرون هذا الدين أفواجا، ويكفي من الانتماء لهذه الأيديولوجية المجرمة التي قتلت وقتلت وقتلت وما زالت تقتل وتريد أن تقتل. كل مرة نقعد نستناو، هاو مرة في فرنسا، هاو مرة في تونس، هاو مرة في الدولة الفلانية. إلى متى؟ إلى متى سوف نقعد إسلام معتدل؟ لا لا، ما فماش إسلام معتدل، فما إسلام فقط حاجة من زوز. أنا أوجه هذا الكلام للمسلمين اللي يسمون روحهم مسلمين، لكم خيارين لا ثالث لهم، يا أما أن تطبقوا إسلامكم وتقضوا على الحضارة وتقضوا على الإنسانية وتدمروا الآثار اللي موجودة فوق الكرة الأرضية كلها وتفرضوا دينكم بالقوة وتكونوا معناتها تفرضوا الدين بتاعكم كيما أنتم تؤمنوا به، فهمت، وتقضيوا على كل حرية، يا إما تخرجوا من هذا الدين وتنتموا إلى أحضان الإنسانية وتبنيوا رواحكم. راهو الغرب ماهوش باش يعمل لكم حتى شيء، راهو الغرب ماذا بيه انتوما تتقاتلوا باش يجرب فيكم سلاحه. اذا انتوما في يدكم حريتكم، يجب ان تتخلاوا على هذا الدين وتتبرؤوا من هذا الدين وان تعلنوا حريتكم لا لشرع اله الاسلام، نعم للقوانين الوضعيه، نعم للحريه لا للعبوديه. انا لست عبد لهذا الاله ولست عبدي لأي شيء موجود في هذا الكون، فأنا مسؤول عن نفسي. إذا المسألة هذا إيش حبيت نقول، يعني ما حبيتش نطول الفيديو هذه
ونتمنى اللي المسلمين المعتدلين يفيقوا على رواحهم شوية، يفيقوا ويزيوا من التبريرات الذي تعطوها لهذا الإسلام الإرهابي، لأن كل مسلم ما دام يقول إنه مسلم فهو يحمل في داخله الكره للآخرين، ويحمل في داخله جرثومة الإجرام الذي يمكن أن تظهر في أي وقت أو في أي وقت نقطة ضعف عنده باش تظهر هذا الإجرام ويتحول إلى إرهابي. إذا لا يمكن القضاء على الإرهاب الإسلامي إلا بالقضاء على الإسلام، لا حل إلا القضاء على الإسلام. وشكرا، ومع فيديو قادم.